كان عمر بن أبي ربيعة فتى قريش المدللة وشاعرها المندورة للحب والغزل، يطوف بشعره بين بنات العرب فيهمن به، وتتمنى كل واحدة منهن أن ينظر إليها عمر فيكتب لها الخلود في مفردات شعره الناعم وديباجته السلسة الرقيقة. هو واسطة العقد الفريد بين امرؤ القيس قديما ونزار قباني حديثا. يقال بأنه كان دنجوانا لا يعرف قلبه معنى الاستقرار على حب واحد، ويتنقل بين عشية وضحاها من امرأة إلى أخرى، فيبدع شعرا يروي من خلاله صولاته وجولاته بين الجميلات. ومن الحكايات التي تروى عنه وقد كتبها عمر شعرا أن ثلاث فتيات كن يتمنين أن يأتيهن عمر سرا، وبينما هن يتحدثن بذلك ظهر عمر وهو فوق حصانه الأغر، فسألت الكبرى من هذا الفتى؟ فقالت الوسطى إنه عمر بن أبي ربيعة، لتكمل الصغرى التي كانت متيمة به إنه معروف كمعرفة الناس للقمر. فكتب عمر قصيدة سجل بها الموقف الحاصل، فقال فيها: هيج القلب مغان وصير، دارسات قد علاهن الشجر، إذ خلونا اليوم نبدي ما نسر، فعرفنا الشوق في مقلتها، وحباب الشوق يبديه النظر، فقلنا يسترضينها منيتنا، لو أتانا اليوم في سر عمر، بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر. قالت الكبرى: أتعرفن الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيبتها، قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ هذه كانت قصة بيت الشعر وهل يخفى القمر، الذي أصبح مثلا يتداوله الناس يضرب في من هو معروف ومشهور كالقمر الذي يعرفه كل الناس.